وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح سعادة النائب محمود ميرزا فردان عضو مجلس النواب عضو الوفد المشارك ضمن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، أوضح أن مشاركة مملكة البحرين وترأسها للدورة 29 تؤكد المكانة التي وصلت إليها المملكة ضمن المسيرة الديمقراطية وما تحرزه من تقدم دائم في كافة المجالات. الحقيقة أن مشاركة مملكة البحرين وترأسها لهذه الدورة للاتحاد البرلماني العربي يؤكد المكانة التي وصلت لها المملكة ضمن المسيرة الديمقراطية التي بدأها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما تحرزه من تقدم دائم في كافة المجالات والأصعدة. فيما حظيت الشعب البرلمانية لمملكة البحرين ممثلة بمعالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بإشادة اللجنة التنفيذية للاتحاد على دورها في دعم القضايا العربية وإقامتها لهذا التجمع البرلماني العربي، فضلا عن ما تقوم به من جهود مقدرة في المحافل البرلمانية العربية أو الدولية.